عبر الهاتف من مدينة العين مع الدكتور خالد منصور استشاري عيون وعضو الكلية الملكية الكندية للجراحين. مساء الخير، أهلا بك معنا دكتور خالد. إذا اعتلال موضوع المشاكل بشبكية العين طبعا ليست مقتصرة على المصابين بالسكري، ولكن هل هي تشمل كل مصابي السكري؟ السلام عليكم، أولا تحياتي لكم وللأخوة المشاهدين. أهلا وسهلا. أولا موضوع السكري هذا طبعا موضوع شائك وكبير، لكن نحاول أن نختصر هذا الأمر بعدة نقاط. داء السكري أو اعتلال السكري يصيب عدة أجزاء في الجسم، ومن ضمنها العين وبخاصة الشبكية. مثل ما ذكر التقرير هناك عدة أشكال للإصابة، لكن ممكن نحن نختصر هذا الأشكال بمشاكل الاعتلال الشبكي على عدة هيئات. الهيئة الأولى اللي هي الهيئة اللي تسمى اعتلال الشبكية الغير منتشر، والذي يعني تتكون فقع دم الشبكية وبالإضافة إلى تغير في الأوعية الدموية. والنوع الثاني أو الهيئة الأخرى التي تسمى اعتلال الشبكية المنتشر. والعلام الفارقة في الشبكية اعتلال الشبكية المنتشر هو باختصار نمو أوعية دموية جديدة، ذلك بسبب نقص التروية الدموية مما يؤدي إلى نقص الأكسجين، فتبدأ الأغشية الموجودة في الشبكية بتكوين أوعية دموية جديدة لتعويض نقص الأكسجين. هناك طبعا في هيئة أخرى، الهيئة الأخرى هذه اللي هي باختصار تراكم السوائل في قعر العين، في قعر الشبكية، حيث مكان ومكمن مركز النظر الذي من خلاله يرى الإنسان بوضوح. هذه الهيئة يمكن أن تأتي متصاحبة من الهيئتين السابقتين، وهو يعتبر السبب الأول والرئيسي لنقص وفقدان النظر لدى الأشخاص الذين يعانون من اعتلال الشبكية. شكرا جزيلا لك. من تابع الدكتور خالد، إذا كان في نقطة أخيرة تريد أن تذكرها. والله النقطة المهمة مثل ما ذكر التقرير التركيز وأهمية الفحص الدوري. نذكر الناس أن هناك نوعين من اعتلال أو من السكري، النوع الأول والذي يصيب الأعمار الصغيرة، هو النوع الثاني أو نوع ثاني من السكري. النوع الأول من الضروري أن يتم مراجعة طبيب العيون على الأقل 5 سنوات بعد تشخيص المرض، لكن المهم بالنسبة للنوع الثاني الذي يصيب الأشخاص بأعمار أكبر والذي هو أكثر شيوعا بالإمارات عندنا وجميع أنحاء العالم، أنه يتوجب أن تتم مراجعة طبيب العيون بأقرب فرصة ممكنة بعد تشخيص السكري. والسبب يرجع أننا لا نعلم بالضبط متى بدأ السكري لدى الشخص، حيث أن كثيرا من الأحيان يكون هذا متأخر. النوع الأول أو النوع الثاني في واحد أخطر من الآخر أم ليس بالضرورة؟ والله هو الخطورة تكمن في يعني لأنه هذا المرض، خاصة المرض النوع الآخر النوع الثاني، مرض يعني يمكن تفاديه بالمحافظة على السكري وضغط الدم ومراجعة الطبيب العام طبيب السكري وكذلك طبيب العيون. وبالتالي يعني الخطورة تكمن في مدى متابعة المرض طبعا الكشف المبكر يؤثر، وبعدها متابعة مع الأطباء ومتابعة العلاج. شكرا جزيلا لك دكتور خالد المنصوري استشاري العيون وعضو الكلية الملكية الكندية للجراحين، كنت معنا من مدينة العين في الإمارات.